انا وين هذا شنو انا مرضي وانا دحام خليك صاحي معانا ولا تنام واسمع بيتك من هالكلام هاي هلا مرحبا يا باشا كل السلفة بشاشة وياكم بالصورة وبنور الشاشة يا باشا شاشة خلكم سوا خلكم انتو وانتي وانا مع مرضي ودحام كل واحد ياخذ دوره نبي طرب نبي نولعها نبي ليوة على طنبورة يلي رايح لحبابي خذني خذني وياك خل عينك على هذا وانا عيني على ذاك هدوني هدوني قلب رايح لك حروف مسلسل تراه وياكم ليري لك راحة هذا خوش كلام صاحي لا تنام جدام يلا جدام هذا خوش كلام خوش كلام صاحي لا تنام جدام جدام كل شي تمام يا سلام سلام مخرجنا تمام صاحي لا تنام كل شي تمام ام عوار ايش فيك ام عوار ايش صاير سمعي تعرفين مخمل هذا مال شركه الافراح وليالي الملاح يبي يسوي عندنا حفله هني بالفريج ويبي يجيب هذا المطرب ايش اسمه عايض حسني هي. هذه الاخبار استنها نبي هالوناسه نبي طرب نبي طرب من زمان ما استانسنا بس اقول لك اخاف اشاعه شنو اشاعه شوفي هو اللي داز لي الرساله لا وبعد تدرين هو يدري ان انا اجمل وحده بالفريج وان انا مشهوره الفريج فطالب مني ان انا اللي اقدم الحفله شوفكني قطيعه احنا ما نخلص من هالسالفه اقول يا معوض يلا عندنك انا لازم الحين اقوم امشي واخليك مع العصير الرقي مالك لان تدرين ابي افكر بالنيو لوك اللي راح اسويه بشعري شنو راح البس فانا ماني فاضيه حق هذه القعده معك يلا عندنك مع السلامه اشتو جايب لكم خبر يا الربع خير خير يا الربع انت باخذ كله شيء جايب لكم خبر بيطلع خبر ما كل من شو كل انت مش اصبر في حفل غنائي بيسوونه عندنا هني بالفريج والله حلو حلو يا جماعه خصوصا ان فريجنا يا جماعه محتاجين شيء ترفيهي ملوا ماكو شيء فريج عيد ميلاد ولا مره صار عيد ميلاد بفريجنا الناس ملوا من القهوه للبيت ومن البيت للقهوه قهوه للمطعم المطعم للبيت قهوه حقيقه يعني احنا محتاجين هالشيء هذا بس يا ريت هالشركات هذه يجيبونا يعني مطرب محترم يعني على الاقل في 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 القيمه يعني مو يجيبونا النطيحه والمترديه والعوير والزغير ما انا بهذا هذيل يخربون الفن هذيل بس الشركات بس تبي تستفيد فلوس
أنا بصراحة يا ريت يجيبوا لنا يعني نجم حقيقي يعني عنده حنجرة ذهبية. لا صدق ما سمعتوا من المطلع. أنا سمعت شنو أحرف. شنو؟ عين سين ما أدري شنو. أحرف هذا متهم. حبيبي يقول لك هذا مطرب بكسر الدنيا ما يعرفه. ما انت وينكم على الدنيا؟ تعرفون اقوله وش؟ ما تعرفون عايض حسني؟ عايض؟ اعوذ بالله شباب انا مو موجود. لحظه من هذا؟ من عايض؟ عايض حسني؟ مو عايض، عايض حسني. انت ما خفت لانك ما سمعت؟ يا حبيبي لحظه شوي، من عايض حسني هذا؟ من سمع فيه اصلا هذا المطرب؟ يا جماعه اكيد مطرب مهم، فريجه ما يعرفون المطربين. يبا انا سمعت المطربين هذيل مهمين، ومن حفله لحفله ومن طياره لطياره، فاكيد اغانيه طيبه ان شاء الله. ما ترى والله ما ادري يا شباب، هل من المطرب تعرفون شيء؟ هذا واحد من الكباريه. زين يا جماعه اليمين تذكرتين يمين يسار من وين؟ انا سمع هذا ما ادري عاد. والعهد على الراوي ان الحجز عن طريق www فريجنا.com او الاتصال على رقم 1112223. هذا سمعت فيها يعني سالفه فيها تذاكر يعني شنو هالمسخره هذه؟ يعني فيها فلوس يعني الواحد يشتغل. انا اقول امانه لازم الحفله تصير ببلاش. ليش؟ ليش؟ لان الفن لا يقدر بثمن. حكي فاضي يبا. يا جماعه الخير انا سمعت ان السطرات بفلوس، السطره الاولى ب 200 روبيه والسطره الاخيره ب 50 روبيه. معقوله؟ يعني السطر الاول اغلى من السطر الاخير؟ يا جماعه شنو؟ حل مصيبه. لا هذا نصب بعينه وعلمه، هذا هو النصب. شلون قاعد؟ لما الموضوع في نصبه ما راح اسمح لاي احد يبوق بالفريج غيري. طلعتونا عن طول يا حسابك يا ولدي. ما يصير يعني. ها مصيبه. والمصيبه الثانيه تدري شنو؟ انا خايف اهل الفريج لا يدرون بالموضوع. شنو؟ يوبا يقول لك شنو ممنوع يطال عمرك الفلوس هذه بعد مو شامله الاكل والمشاريب. والمصيبه الكبيره ممنوع اصطحاب الاطفال. اللي عنده اطفال على 20 21 سنه وين يخليهم؟ حبيبي 20 سنه اكبر مني. لا هذه بصراحه مسخره وانا ما اقبل شيء عندنا بالفريج. يا ولدي يا مرضي. زين اقول يا جماعه الصاله ان شاء الله عاد بارده تكييف هاد. لا بس سمعت سطراتهم شويه 300 كرسي. انا ابي اعرف سالفه هذه الحفله اللي بيسوونها بالفريج شنو هي؟ الواحد يعني ما يدري ايش يقول قسما بالله. أنا موضوع الحفلة هذا تدرون من متى أدري عنه؟ حول الشهر شهرين يعني. ده يعني فكري ما خاني 3 شهور. هذا المتعهد رفيج دحوم روح بالروح قومه وقعدة وروحة وردة كله يميع مع بعض من وما ياهال. صادجة؟ هي أكيد صادجة علانة. أكذب؟ حلوة هذه بعد. أمس ما أدري أول أمس نايمين عندنا كلهم في البيت. لا هو وأهله وجماعته ومرته وعياله. صدقت روح بالروح اقول لك. بس عاد اقول لك يقولون ان التذاكر وايد غاليه. عاد وين عطاكم؟ تكفين قولي لي تكفين. هذه مشكله الناس اللي تعرض على الطبقه الكادحه. والله ما ادري الواحد شنو يسوي يعني. اقول لك رفيجه روح بالروح يعني تتوقعين وين حاجز لنا؟ اكيد جايب لنا دعوه وحاط لنا بالسطر الدبليو سي. اول سطر اقول لك احنا VIP. هذا واحد الفرق الحين كان صلحتي معلوماته الانجليزيه. اقول عيل انا ماني حاجز عين. ايش حق احجز؟ انا اخلي وسايم هي تجيب لي تذكره وتدخلني معاها. شنو؟ ايه؟ شنو وسايم بعد؟ هي شكو بالموضوع اقول لا يكون اشوفها وتقعد لي تترزز هناك قدام ريلي. اعرفها تحب السوالف والتدوبر هذه. والله عاد صدقين انا يعني الفتنة أشد من القتل. استغفر الله. خلاص ماني قايلة. لا تكفين عليك الله عليك الله. عاد أنا توني بعيوني شايفتها. والله تو هي مو قاعد تشتري ملابس حق الحفلة، قاعد تروح بين محل لمحل. أقول لك بعيوني شفت رايلش طالع من القهوة ورايح حتى كذي شال دشداشته وركض وراها. لا استغفر الله. روحي شوفي رايلش. استغفر الله عليك. البنية من غير شيء مو صاحية، ليش كذي تسوين؟ خرابة بيوت انتي؟ بيني وبينك بعد رايلها شحلاته. اخذ البومة هذه ما ادري شلون. خلينا نسوي اكشن شوي بالفريج على الاقل خلينا نستانس نوسع صدورنا. ضيقة خلق ملل، إذا ما تربطين عصا بين هذا وهذا وبين هذا تزهقين. ضيفين يستحي على وجهك. اي نسيت. شاي لومي؟ اللي منك خلصيني. يلا.
بلالي. هلا هلا مرضي. بلالي فيك زعلان؟ طبعا زعلان ومكتئب وحزين. ليش طاير؟ صاير ما سمعت اخر الاخبار؟ لا يكون فاتحين مخبز جديد. لا لا ما فاتحين مخبز جديد. انت ما شاء الله مكفي وموفي. ما سمعت عن مو اشاعه الا هو خبر صدق. شنو؟ جايبين مطرب من برا اسمه عايض حسني. منو؟ عايض حسني. منو عايض حسني يا بعد؟ عايض. عايض؟ انت انت ما اعرفه. ما تعرفه. بعدين كيف يتركون عيال الفريج ويدورون الغريب؟ ها؟ شفت بالله؟ بعدين مرضي صراحه انا بعد صوتي حلو واعرف اغني. ادري صوتك حلو عادي. سمعني بالله عليك بس عشان اتاكد. اكيد. يقول هات القلم وملا مدادي بكتب على اللي دار على البال. على البال. على البال. على البال. كل التفاصيل. ايش رايك بصوتي؟ الله الله صدق لازم على الاقل. ليش مو ما انت يعني تحيي الحفله؟ لا 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 يا ابن الحلال يعني على الاقل من اهل الفريج لازم نطلع اهل الفريج. زين انت موجود بتطلعني وانت بتطلع؟ انا موجود. انا بصراحه يعني ودي اغني بس يعني سمعني صوتك. سمعني اغنيه. اي اغنيه؟ اي اغنيه؟ اي اغنيه تحب؟ حب البر والمزيون. الله. حب البدو والاوطان. الله الله. احبك قبل لا يدرون. اي لاف يو. اهلي واهلك ولا الجيران. حبيت. اي لاف يو. الله. انت فنان وتحس بالفنان اللي قاعد قدامك واقف قدامك. مرضي مرضي اسمعني، اذا طلعتني بصراحه انا بعطيك لمده سنه خذ ببلاش. انا شوف انا اذا صار نصيب والله كتب لي نصيب اني اغني راح اغني. وانت اي راح احطك انت بالكورال وراي يعني ترد. ها اردد. ايه ترد يعني. ايه. اول طريق سلم دري واحد. ايه طريق بس الوصول الى القمه صعب لكن النزول سهل جدا يعني باي لحظه خلاص. اعطي عيد الاغنيه. ها عيد الاغنيه. احب البر والمزيون. الله. احب البدو والاوطان. ايوه احبك قبل يلا يعني اي لاف يو. احب البر والمزيون. ايوه احب البدو والاوطان. احبك قبل لا يجون هلي واهلك ولا الجيران. كم والله وين اروح ما ادري المول. لا لا تعال تعال قالوا لك ني. اسمعني ابي قطعه خام كذي تكون مميزه ما في منها الا حبه واحده. حاضر ما طلبتي شيء عادي جايب بضاعه جديده ما حد لبسها قبلك اكيد بعد انت راح تقدمين الحفل راح ترفعين راسي تفيضين وجهي احلى بضاعه راح تيج. في هذه الخامه الجديده اللي هابين فيها الميتاليك. ميتاليك؟ ايوه موجود موجود افا عليك موجود. انت الميتاليك ابوي انت ميتاليك يلبس ميتاليك؟ يبا انت لو تلبسين هذه ايش حالاتك تصير؟ وقدامي بعد؟ ادري وما قلت شيء جديد. انت الحين ما تشغل بهذا طاير. شو منقي؟ انت وخر زين. شوف 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 يبا اغراضنا اغراضنا. اسكت. انا قلت هذا. طلع عيونك يعني واو. صدق انت من تزوج ظلايم وانت ذوقك كل ماله وينزل ينزل ينزل يا اخي لين وصل الارض خلاص كافي. ما نزل ما نزل ما نزل لو نازل كان ما عجبتيني ايش فيك انت؟ انا اقول دير بالك بس لا تسمعك ظلايم. وتحرم عنك المصروف. تبغى تخاف وانا اخاف؟ خل تسمع ظلام خل اسمع الفريج خل كلا وناك يلا. لو معجب انا معجب معجب. طلعي! ايش قاعد تسوي هني؟ ايش قاعد تسوي هني؟ ايه جاي اشتري لك هاي. لا والله من امته من هالسنع من وين نازل عليك؟ ولا قصدك ما عندي ذوق مثلا جاي تتسوق لي؟ انا قلت ما عندك ذوق؟ لا يبا بس اني هاتي هدية حب عبر عن عذاب القلب يا عمري انت. اي هو من ناحيه عذاب هو فعلا عذاب الله يعينك. حكت زلك خليت هذه تحكي. حكت حكت الهالقيه اقول بوقت الريايل انت ما تشوفين واحد متزوج اللحم حستي قدامه بس ادعي عليك. انا اروح الحق الريايل حبيبتي الريايل هم بروحهم يلحقوني وبعدين يا عمري لا تحاتين ريلك هذا not my type. حصل لك عار. ايه وانا اشهد على هالكلام اشهد هو اللي لاحقها مع انه not her type. هير تايب ولا مو هير تايب؟ هذه مو سوالف مرجله انت شكلها مرجله. مرجله تقول مرجله؟ انا
انا قالت شي شوف بهدوئي ابي اعرف المرجله شنهي. يلا قول لها. يلا قولي. انا قاعده هني اليوم ما بعت هني مرجله شنو؟ ليش اروح البيت اقول لك؟ لا لا ابي معجمك شنو مرجله شنو سرعه مرجله قول مرجله تكلم. يعني على ذمه الراوي. اي المرجله في كامله وفي نص، النص انه ينحشب. تعال هني. انت شفيج شفيج شنو موضوع الحفله هذا بعد شنو؟ والله عاد انا قلت لك يا تاخذ لي وتحجز لي السطره الاولى يا بلاها، ما ابي انا انحرج قدام الحريم، هذا اللي ناقص بعد. من انت اللي تنحرجين ولا ما تنحرجين؟ وشك وانت قاعده بالسطره الاولى؟ يبا السطره الاولى حق النخبه، حق الناس المحترمه، حق الطبقه الراغيه. انت شنو انت ولا اخوك هذا مرضي؟ مشكور هي منك اكثر، انا الحين كذي تسوي فيني. انا كل هالكلام تبين تسلف علشان حفله؟ اي تتسلف تبوق تنهب تشوف لك يا هلو ولا هذا تقص عليهم، انا مو شغلي. المهم توديني يعني توديني، انا تبيني انحرج عند ام يعقوب ولا ام مروي ولا ام عبد اللطيف؟ والله ما حد ضغط عليك وما حد طقك على راسك وقالك قولي ريلي رفيد صاحب الشركه اللي منظم الحفله، انت علشان تدورين هالسوالف هذه تدورين الفخفخه البرستيج. ايه على شنو؟ ايه ليش اني بقره ابرزك واعزك قدام الحريم قدام عشان يقولون حق ريايلهم ابي اخليك ذو هيبه عندهم. لا لا لا, 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 لا. انا عارف نفسي واثق بنفسي، رجع عن الهيبه اللي وراها صرف وديون وسلف بنت سلف عشان حفله، ايش فيكم انتم؟ ايش فيكم؟ انت وكم وحده صراحه قاعد تخربون بيوتكم، والله نبي حفله، والله نبي يا نسافر يا اروح بيت اهلي. هذا وانا عاد عمري ما طلبت منك. اخذ لي غرض عشان جنطه، شنو هذا؟ ايش فيكم؟ انا الحين عندي سؤال، انت الحين كم كلوه عندك؟ اثنين. خلاص بيع واحده، ايش دعوه ثنتين يا طالب؟ بيع علشان حفله. ايش دعوه؟ ابي عشان موقف، عن مصيبه، حق شيء، عن سوالفنا، يحترق البيت، بنجدد البيت، بنشتري بيت حق ان شاء الله صار عندنا عيال حق ولدنا مثلا. اللي افهمه من كلامك يعني ماكو. ما في حفله وحبيبتي في حل واحد قدامك. السي دي مع المطرب نفسه شغليني بالبيت واغانيه، المطربين دائما يغنون شنو؟ اغانيهم اللي بالشريط يغنيها بالحفله. شريط؟ ايه خلصت؟ ايه قلت اللي عندك. ايه نعم. يعني مصر انك تفشلني عند ام مروي. ما في حفله، شنو انتي؟ شنو؟ مو مشكله. إيه؟ وانا رب عايد انتي يعني تغيمين المطرب وتطقين وتلفين الكرسي. الحين جايك العلم. وين ال 42؟ اي 42؟ مقاس وين عال؟ هذا يلا البس وطلع. بطلع يلا بطلع. وانت ادري شاد الظهر باخوك يعني. ايه انا الوم إيه؟ انا بخلي هو ياخذ لي التذاكر ولا منتك اصلا. ما يدخلون الحفله، ما يدخلون اشكال غريبه. شنو؟ شكل غريب ما يدخلون. والحين انا علمك اطلع اطلع، لا احرق لك البيت باللي فيه. اطلع طالع طالع طالع، بس باخذ شيء معاي. شنو بتاخذ؟ عزه نفسي. يا عمي روح الشرها علي، انا ما اخذت الخباز مالت علي وعلى حظي. قال لي هذا مهرج 10 خبزات، وحتى بالشتا قال اعطيش تنور تدفين فيه. هذا انا حماره ما رضيت. هذا هو الرخص. الرخص اللي انت عايشه فيه. اطلع اطلع اطلع. بسيط اوريكم. روح اوريكم انا. لف يبا. شنو هذا؟ يبا تكفى شوف لي حل. يبا تقعدين تخرعيني كل مره تسوين فيني نفس الشيء. يبا يبا يعني بيتي بينخرب بينخرب بينهدم بيتي يعني، ما صدقت انا الله اتزوج. تكفى يبا. هيك الله ياخذ بيتك، ما اخذت لي واحد مغازلكي اسقمبي من من فريج لفريجي غاسل هالبنات، انا شو اسوي؟ بالله اروح اقضبه يعني. اي مو لانه وسيم ومزيون، الناس قطيع حاسديني عليه. يبا يا من صحتك وقلت لك لا تاخذين مزيون، لا تاخذين، احنا جياكر، اخذي واحد جيكر مثلي. وترى على فكره الخيانه هذه مشروعه عند كل الريايل، مزيون ولا جيكر. انا قبل شاقل جربه من وحده لوحده، من امك انت امك انخص، اروح يمين تطلع اليسار. انا قبل مطلق امك 6 مرات وتسب الخيانه. ايه عشان كذي طقت وماتت وعليا. الله يرحمها. يبان قلت اخذ لي واحد مزيون، يعني منها احسن النسل ومنها اكشخ فيه. شنو تكشخ فيه؟ جنطه هو شوف يا بنت الحلال بريال هذا. وبعدين ايش تبين اسوي؟ الحين قولي له ناس مسوين حفله دافعين فيها فلوس، ما ادري ايش كثر الفلوس، ايش اسوي له؟ احرق الحفله واقعد؟
انت حاول انك تقنع اهل الفريج ان هم يكنسلون الحفله، قول لهم ان هذه مو من عاداتنا مو من تقاليدنا. يا بنت الحلال يا بشي اقول لهم هذه العادات والتقاليد، ترى احنا فريج معروفين اهل طرب، احنا قبل انتي وانتي صغيره مع امك من عرس لعرس. انا من سمره لسمره وخربها مطامر، انا واحد اسمه ريحان ما تعرفين واحد من الربع. يبا الله يخليك الله يخليك، اقنعهم انه يلغون الحفل، انا هذا اهم شيء عندي ان الحفل ما يصير. شو اقنعهم؟ وين اقنعهم؟ معليش يبا ان شاء الله يبا وين اروح؟ انا اروح حق مرضي ودحاب اذا تحاوطوني انا ريال عود يطق بوكس واحد اطيح. مو شغلي. خلاص خلاص بقول لهم بشوف بقول لهم معاداتنا ولا تقاليدنا ما راح يضحكون علي ويقطعوني بس بقول لهم شو اسوي. خلاص ان شاء الله شوف حل شوف صبي قهوه صبي شيء نارش طافيه. ما في قهوه. حول الله. اخ يا القهر اخ يا القهر انا انطرد من البيت قهر. خير صاير ما في اي احساس. ما لا تقول هالريال هذا ايش فيه الصاير معه؟ طردت الريال عندكم اختك تطردني انا بسهوله. طردت الريال عندكم عاديه ولا تقولون عيب. هذه بنت الاصول بنت الحمايل بنت الناس المتربين. هذه ايش فيك معاي ولا ايش فيك صاير؟ لا 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 هذا الموضوع ما ينسكت عليه ابدا. لازم نشوف حل للموضوع هذا. كفو. انا دائما اقول انك انت ريال او رجل لهالمواقف هذه. اي نعم ما تخلي صاحبك وما ترضى بالغلط. انا قلت انت وبس. نعم انا ما ارضى بالغلط ولا اسمح لاي من كان اي من كان حتى لو انت انك تقتل الفني اللي داخلي. اي فني يا ابن الحلال؟ انا وين وانت وين؟ شنو وين وين؟ ما سمعت انت؟ ما سمعت سوالف الفريج؟ بيجيبون مطرب فاشل. بيجيبون هذا شو اسمه؟ عايض حسني. عايض حسني بيجيبونه عشان يغني بيخرب ذوق الناس اللي هني عندنا بالفريج. هي لا المسخره هذه. والله مسخره صدق والله مسخره. لا ويقول لك التذاكر على 300 ربيه والتذاكر نفذت سولد اوت. التذاكر موجوده في السوق السوداء. السوق السوداء هم يشترون التذاكر عشان يبيعونها اغلى. ايش فيك انت؟ بعدين اذا كان واحد هني بيغني بالفريج فالاولى ولد الفريج اللي يغني صح ولد الفريج وهو أولى يعرف إحساس الناس إنه شنو يبون أغاني شنو يبون كذا ما كذا عارف عارف. بس أنت يعني معقولة أنت تغني؟ أنا بحياتي ما حسيت إن عندك أي ميول فنية ولا أساسا ذوق وأساسا صوتك مو حلو. أنت مشي ما تعرف تمشي تبي تغني. اسمح لي اسمح لي أنت ماخذ فكرة عني غلط. شلون؟ أنت ماخذ عني فكرة غلط حبيبي. انا الفن دمي من نعومة اظافري. ايه ها تبي تسمع شيء؟ يا ليت سمعني. يا ليت اسمعك. بس شوف قبل لا تغني ترى انا ذوقي غير. انا احب الاغاني الثقيله. يعني الموسيقى قبل الاغنيه بربع ساعه تقريبا عارف اللي هذه؟ ايه مو اي شيء براسي. اغاني ثقيله يعني كم كيلو؟ ايه أغاني ثقيلة. أغاني ثقيلة ما أنا أبو الأغاني الثقيلة. إيه على هالخشم هذا. تبي تسمع؟ شوف أثقل أغنية عندك. أثقل أغنية ليه 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 بتلوموني وياك يا قلبي وأنا مش قلبي. ايش رايك بصوتي؟ صراحة صوتك يعني صراحة صوتك نفس صوت اختك مرضية لما تصارخ علي وتغلط علي وتطردني. اسمع لي اسمع لي اسمح لي انت ما عندك يعني علوم بالفن وبالطرب. هذا مثلا هذا يسمونه شجن. هذا الشجن عرفت الشجن؟ هذا الشجن. صوتك صوتك حلو ممكن لكن شنو يبي تمرين؟ الظاهر من زمان مركون يعني ما صارخت ما غنيت ما استعملت صوتك. ممكن ممكن هذه الاسباب يعني. بس يعني انا اقول لك صوتي يسمونه بالفن يعني الصوت العندليبي. ايه يعني هذا شفت العندليبي الصبح لما يصفر؟ ايه هذا صوتي انا ممكن اخليه كذي يعني. ايه ايه الغنى لا ريا
من الناس الحلوة هذا بالشعب من الناس الحلوة شيء في صدق في مطربين تحب تسمعهم الصبح في ناس بس تحب تسمعهم بالليل صح في مطرب تحب تسمع بس تسمع ما تشوفه ويغني صح 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 أتوقع هذا أنت بتكون كذي خل على الأقل بس ذات يسمعوني يسمعونك يعني. لازم أطلع موهبتي هذا ضد الفريج يا حبيبي صح 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 بعدين هذا شو اسمه اللي ما يتسماش اللي بيبونه هذه الشركة التافهة ايه عايض حسني عايض حسني ايه ترى كلنا عنده مواهب اذا هو عنده موهبة كلنا عندنا مواهب ايه وانت بعد عندك موهبة بس انت مو حاط فيها بعد اي موهبة انا بحياتي لا غنيت ولا كورال ولا حتى طار ما مسكت خلاص حبيبي شوف موضوع هذا شو اسمه عايض حسني عايض حسني هذا المطرب حفلة سولد اوت ايه سولد اوت علينا سولد اوت حبيبي سولد اوت الدش سطرين حبيبي هذا عايض حسني موضوع عندي أنا يعني راح أنهيلك إياه بدون ما حد يحس شلون؟ الخطة عندي خلص لو انت تمشي لحظة